من يسوي شيء. ترحموا لكل الصحفيين والصحفيات اللي فقدناهم وراهم كثار، والصحافة الوطنية اليوم اللي رانا نشجعوها بكل الميادين، نتمنوا لها الازدهار والرقي في كل مناسبة. اللي نطلب من الصحافة الوطنية اليوم باش ما راناش في ردة الفعل كما كنا من قبل، وإن اليوم نتمنوا باش تكون استباقية وإبراز إنجازات الجزائر في الخارج.